بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. في كلمة خالدة من كلمات مولانا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: كفى بالتجارب تأديبا. أحسن المعلمين أحبتي في حياة الإنسان هو قضية التجربة. من أحسن المعلمين في حياة الإنسان هو التجربة. طبعا المعلم تقع على عاتقه مسؤولية مو فقط إعطاء المادة العلمية، لا، تأديب تلاميذه. هذا الدور ينتقل لمن؟ إلى التجربة. التجربة أيضا معلم للإنسان، ومن أفضل المعلمين ومن أحسن المعلمين. كون الإنسان ما يقدم على كل قضية إلا بعد أن يجرب أحبتي، سواء كانت هذه التجربة تجربة شخصية أو لا. أستفيد من تجارب الآخرين، شو المشكلة إذا استفاد من تجارب الآخرين؟ هاي قضية ترى جدا مهمة. لا تقدمن على أمر حتى تخبره. يعني شنو تخبره؟ يعني تكون عندك خبرة به. هكذا يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا تقدمن على أمر حتى تخبره. يعني تكون عندك خبرة به. فإن من لم يجرب الأمور خدع. إذا الشخص ما يجرب يتعرض للخدعة، للغفلة، للغش. ولذلك ينبغي على المؤمن أن تكون التجربة جزء من حياته حتى لا يخدع. الإنسان قد يخدع من شخص، من زيد مثلا، خدع من هذا الشخص، سوف تكون له تجربة مع هذا الشخص حتى لا يكرر هذه التجربة مع هذا الشخص الذي غشه. إنسان يتعرض إلى ظلم من شخص، فعليه في المرة القادمة أن يتوقع الشر من هذا الشخص. لاحظت أحبتي قضية التجربة شقد مهمة في حياة الإنسان. هسه قد يسأل سائل ويقول: شنو الآثار والثمار التي تترتب على التجربة؟ ثمرة التجربة حسن الاختيار. ثمرة التجربة حسن الاختيار، هكذا يقول علي عليه السلام. ترى التجربة تترتب عليها ثمرة جدا كبيرة وعظيمة، وهي حسن الاختيارات. حسن الاختيار يعني اختياراتي راح تكون صحيحة، اختياراتي راح تكون دقيقة. بعد ما أقدم على كل قضية إلا بعد ما أحسب ألف حساب لهذه القضية. ولذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: كفى بالتجارب تأديبا. دمتم في رعاية الله وحفظه.